السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم إن شاء الله. اليوم غادي هذا يعني نداء أخير إن شاء الله للناس اللي في الأكاديمية ديال سبع شهور، اللي كانوا طلبوا لنا أنهم يدخلوا في الأكاديمية ديال الكراسون. هذه الأكاديمية اللي غادي تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين المقبل غادي تكون عبارة عن أكاديمية فيها لا باتيسري، فيها لا ديكوراسيون مزيان، يعني فيها لا ديكوراسيون. كان وجه النداء لهاد الناس اللي كانوا في هاد الأكاديمية، إلا بغاو يدخلوا الأكاديمية اللي كيصيفطوا لنا كيطلبوا منا باش نديروها لا ديكوراسيون. هذه غادي تكون إن شاء الله ديال لا ديكوراسيون، وتسجيل راه قريب على نهايته إن شاء الله آخر يوم، يوم الإثنين غادي تبدأ نهار الخميس. هاد الخميس غادي تبدأ إن شاء الله، غادي يكون فيه الفيديو ديال القوانين هو اللي غادي يطيح هو الأول. بعد ذلك إن شاء الله يوم الإثنين غادي يطيح الدرس، يعني غادي يطيح الدرس الأول. غادي تكون إن شاء الله عبارة عن 30 درس في الأكاديمية ديال 3 شهور فيها 30 درس. يعني إلا جينا نشوفوا هاد الأكاديمية غادي نشوفوا أننا غادي نحصلوا على 30 درس. درس كيعمل تقريبا أو أرخص أكاديمية، يعني كلهم الأكاديمية ديالي اللي درت كلهم رخاص، ما غاليينش. يعني الدرس كيطيح تقريبا بألف فرانك للدرس، 1000 فرانك للدرس، 10 درهم للدرس، بطاطا، يعني شي حاجة رخيصة بزاف، ماشي مشكل، ما كيهموناش. المهم الحمد لله على كل حال، كل واحد والنية ديالو، وكل واحد والأخلاق ديالو، كل واحد غادي يشد بداك الشيء اللي فيه إن شاء الله الرحمن الرحيم، ما كاين حتى مشكل. غادي نديرو هاد الثمن وغادي نبقاو في هاد الثمن، رغم أن لا ديكوراسيون كتكون الأكاديمية ديالها غادي تكون طالعة شوية في النيفو، مي الحمد لله غادي نبقاو في الثمن ديالنا وغادي نديروها بهاد الثمن. نتمنى من الإخوان والأخوات اللي مازال ما مسجلينش، والعدد ديالهم اللي ما شافوش الإعلانات واللي فعلا ملي صيفطوا لهم الإيميلات اتصلوا تسجلوا، كنتمنى منهم انتبهوا أننا غادي نبداو الإثنين المقبل إن شاء الله دراسة في هذه الأكاديمية لمدة 3 شهور إن شاء الله، والثمن 300 درهم لتروا موا، يعني 100 درهم للشهر، 10 درهم للدرس، 30 درس إن شاء الله. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.